Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne d'apprentissage de la langue française avec Yasmine et Shaima. Pour une journée très heureuse car je ferai ma première leçon dans ma chaîne. Salam alaikum, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا اليوم فرحانه بزاف حيت هذا اول درس لي معكم في قناتي على اليوتيوب. هذا اول درس دونك غادي يكون ضروري باش تعلموا اللغه الفرنسيه. خاصكم يكون اول درس هو الحروف لالفابي. دونك هذا اول درس. يلا بسم الله على بركة الله نبدأ الدرس. لالفابي لالفابي في اللغة الفرنسية كاين 26 حرف. يلا نذكرهم: أ ب س د أ ف ج ه إي ج ك ل م N O P K R S T U V W X Y Z. نعود نقراهم: A A B B C C D D U U F F G G H H I I G G K K L L M M N N O O P P K K R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z. عاودوا نقراوهم بزاف باش تعقلوا عليهم: A B C D U F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هادو هما الحروف. انا لاحظتوا انا درت دائره على هادو، درت على درت دائره على ا او اي او يو اكريك. هادو درت عليهم دائره، هما سته ديال الحروف وهما كيتسماو لي فوايل. هادو اللي درت عليهم دائره كاين 1 2 3 4 5 6 ديال الحروف اللي درت عليهم دائره هما كيتسماو لي فوايل. ولي فوايل باللغه العربيه هما فتحه ضمه كسره، اي الحركات. ولكن باللغة الفرنسية هم لي فوايل هما الحركات اللي باللغة العربية هما هادو لي فوايل كيتسماو يعني بحال كنشكلو بهم. نمشيو هادو نخليو غير هادو اللي درنا عليهم. والحروف الباقية قبل ما نديرو الحروف هادو بي سي دي اف جي اش جي كا ال ام ان بي كي ار اس تي في دبليو في اكس زد. هادو كيتسماو لي كونسون، الحروف الصامتة. لي فوايل هما الحروف الصوتية، أما لي كونسون فهما الحروف الصامتة. فهمتوا؟ خاصكم تعقلوا عليهم. هادو اللي بقاو مسطرين كتبوهم حتى بعديتهم. كاين A كاين O كاين E وكاين O وكاين U وكاين Y. ستة ديال الحروف كيتسماو لي فوايل Y. اوكي هادو هما ستة، 1 2 3 4 5 6 ديال الحروف كيتسماو لي فوايل. هادو كيتسماو لي فوايل اي هما الحروف، المعنى ديالهم هما الحروف الصوتية، ولكن يعني هما الشكل هو اللي كنشكلو بيهم لي فوايل. اما الحروف الباقيين الاخرين من غير هادو كيتسماو لي
كونسون. لي كونسون شوفوا معايا كيتسماو لي كونسون. لي كونسون هما الحروف الصامتة. لي كونسون حروف الصامتة شفتوهم ا و اي او و اي هما لي فوايير. لي فوايير. اما الحروف الاخرين اللي بقاو غير هادو هما لي كونسون. لي فوايير لي كونسون الحروف الصوتية. لي كونسون حروف صامتة. اوكي يلا دابا نوريكم كيفاش نقدروا نلصقوا بعض الحروف وكيفاش كيتقراو. خاصكم تجبدوا ورقه وسير باش تكتبوا هادو تاع كل علم شنو هما لي فوايير وشنو هما لي كونسون. يلا دابا ناخذ واحد المثال هو حرف ب. قبل ما نديرو ب هذا ب ماجوسكيل. ماجوسكيل يعني كتسمى حرف كبير. ماجوسكيل ما جوسكيل. ماجوسكيل هو الحرف الكبير. اما هكا هو مينيسكيل. مي ني س مينيسكيل هو الحرف الصغير. هنا بي هو الحرف الكبير ماجوسكيل. اما هنا بي صغيرة مينيسكيل. ماجوسكيل مينيسكيل عقلوا عليهم كلشي الحروف بحال هكا. مثلا دي ناخذ مثال دي ماجوسكيل دي هكا مينيسكيل. تي ناخذ او او هكا ماجوسكيل وهكا مينيسكيل وكلشي الحروف بحال هكا. حرف كبير كيتسمى ماجوسكيل وحرف صغير كيتسمى مينيسكيل. ناخذ واحد المثال هذا هو حرف ب. وبغيت نقول لكم واحد الملاحظه انه جميع الحروف اللي كيكونوا في الاول ديال الجمله او في الاول ديال الكلمه كيكونوا هكا كيكون الحرف كبير بحال ب. ناخذ ب مع نقدروا نلصقوها مع ا. ب مع ا كيفاش كتقرا؟ ب مع ا كتقرا با با. ب مع او كتقرا بو 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 با بو. بي مع اي كتقرا بي بي مع اي بي مع اي كتقرا بي. ناخذ بي مع او خاصكم تلاحظوا ان كاين فرق ما بين هادو وبين هادي ما خاصكمش تخاطروا لكم. هادي كتقرا بي وهادي كتقرا بي 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 بي. ناخذ هذه كتقرا بي وشنو الحرف اللي بقى؟ اوكي با بو بي بي. ناخذ مع او بي مع او كتقرا بو. بي مع او كتقرا بو نكتبها هنا كما كتبان لكم شي مزيان كتقرا بو. بي مع او كتقرا بو. با بو بي بي با. هادي بهادي ما خصكمش تخافوا ليكم حيت ملي كتكون بي مع او كتقرا بو. اما ملي كتكون بي مع او كتقرا بو 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 بو. هادي كنضغطوا عليها وهادي كنخففوا بو بو بو. اوكي دونك هادي كتقرا با بو بي بي بو بو. ناخذ مثال اخر دابا غادي ناخدو سي نديرو هكا. اوكي دونك غتقولوا لي سي مع كتقرا سا. لا عندكم غلط ما كتقراش سا. سي ملي كتكون مع ا كتقرا كا كا. ديروا عليها واحد المستطيل. سي ملي كتكون مع ا كتقرا كا. والسين اللي كتكون مع او كتقرا كو. وملي كتكون مع او كتقرا كو. هذه حيت راه هنا
عليها السين اللي كتكون مع هاد الثلاثة ملي كتكون مع سواء مع أ أو لا مع أو أو لا مع أو كتقرأ ما كتقرأش سي كتقرأ ك كا كي كو ولكن هنا ملي كتكون مع أو كتقرأ سو ما كتقرأش كو كتقرأ سو سي كتقرأ سي إلا كنت مع أو أو لا مع إي سو سي كا كي كو كا كي كو سو سي سو سي عقلوا عليهم خاصكم تكتبوهم ضروري باش تحفظوهم. نمشيو عند الحرف الاخر واللي هو حتى هو بحال سي ما كيتبدل مع بعض لي فوايل النطق ديالو. ناخذ جي جي هو هذا جي مع جي مع ا كتقرا ما كتقراش جا ما كتقرا غا كتقرا غا وجي مع ناخذو مع او نكتبوهم كاملين باش نقراو الخطره جي مع ا كتقرا غا ديروا عليها غا وجي مع يو كتقرا غي وجي مع او كتقرا غو غا غي غو غا غي غو غا غي غو وهنا كتقرا جو جي غا غي نلقوا هذه اوكي غا غي غو غا غي غو جو جي غا غي غو جو جي اوكي عقلتوا عليهم دابا نمسحو صافي هادو هما الحروف يعني اللي كتبدل المعنى ديالهم هو سي او جي فقط اما الحروف الباقيين كيتقراو بحال دي ناخذو مثال اخر دي ناخذو مثلا دي دي مع ا كتقرا دا دا دي مع او كتقرا دو دو دي مع اي كتقرا دي ودي مع او كتقرا دو ودي مع او كتقرا دو دا دو دي دو دو دا دو دي دو دو دا دو 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 وكل شي حروف اللي كتقرا بحال هادو الا اس الا س وجي اللي كتبدل المعنى ديالهم اما الحروف الاخرين كيبقاو يعني بحال بي ودي كنطبقوا غير لي فوايل شنو كتقرا مع ا او او بحال هكا دونك قبل ما ننهيو هذا الدرس ندير لكم واحد كاختبار بسيط جبدوا ورقه وقلم انا نقول لكم جبدوا ورقه وقلم و الا بغيتوا ديروا على خاطركم وقفوا الفيديو ومن بعد ملي نديروا ديروا التصحيح ناخذ مثال ديال لي كونسون ديال لي كونسون نديرو لي كونسون اللي هما الحروف عقلت عليهم لي كونسون هما الحروف الصامته لي كون صون حروف صامته نقول لكم شنو هم يعني نقول لكم الحروف تقولي لي واش تكتبوا واش لي كونسون ولا لي فوايل ناخذ مثلا تي ناخذ تي واش ملي كونسون او لا ملي فوايل يلا انا كنتسنى الجواب ديالكم تي لي كونسون او لا لي فوايل ديرو هنا لي فوايل تي تي دابا نديرو التصحيح تي هي ديال لي كونسون ديرو هنا سهل تي ديال لي كونسون لي كونسون عقلوا عليها ناخدو مثلا اغريغ 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 كتبوها اغريغ لي كونسون لا لي فوايل اغريغ ديال لي فوايل اغريغ ديال لي فوايل ناخدو مثلا اكس 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 واش لي كونسون او لا لي فوايل اكس ديال لي كونسون ناخدو اخر مثال اللي هو غيكون دوبل في دوبل في دوبل في دوبل في هو ديال لي كونسون دوبل في هو ديال لي كونسون وبهذا الشيء
غادي نكونوا سالينا هذا الدرس ديال اليوم واللي هو كان لزال فابيو. كنتمنى عليكم تكونوا فهمتوا مزيان وما تنسوش الى عجبكم فيديو ديروا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في فيديو مقبل. الى اللقاء، au revoir.